توحيدة يا بنت، يا توحيدة يا بنت. يا توحيدة. أيوة يا أم. أنت فين؟ أنت مالك يا بنت؟ أنت فين يا بنت؟ ما طلعيش عيني. وربنا ما هاجي يا بنت، تعالي عشان خاطري. عايزة إيه؟ عايزة إيه مني يا أم؟ عايزة إيه مني؟ أنت كنت فين يا بنت؟ مالكيش دعوة، أنت مالك يا بنت؟ حرام عليكي، ما تطلعيش عين أمي. عايزة إيه مني؟ عايزاكي تتجوزي يا بنت. طب ما أنا مخطوبة لعاشور. ده كحيان ومدهول. طب أنت عايزة إيه؟ عايزاكي تتعلمي من أمك، تعملي زي ما عملت. تعلمي إزاي تغري الرجالة. إزاي بقى؟ ده أنا زمان جبت أبوكي برجل. بينت له لحد هنا، وقع على ملا وشه. إزاي؟ يا بنت بس! طب أقول لك على حاجة وتنبسي مني؟ قولي. مش أنا وقعت الواد اللي بنات الحارة كلها بتجري وراه؟ مين؟ أحمد. يا ألف نهار أبيض! وقعتي إزاي يا بنت؟ جيت من وراه واديته بالرجل. وقع على وشه في المجاري. الصبر يا رب من عندك، يا بنت بختك في عيالك. المهم سيبك من الكلام ده. شفت اللي بيحصل في الحارة اليومين دول؟ عن نصبايا؟ ما هو الواد مرسال وعاشور خطيبي قالوا لي عن النصبايا دي، وهيقلبوا من الراجل فلوس كتيرة قوي، وعاشور خطيبي هيظبطني. هيظبطك ازاي؟ هيوديني جنينة الحيوان. هتتحبسي هناك، مش هيخرجوكي. الفيل لسه ما ماتش. يا بنت حرام عليك اللي انت عاملاه فيا. حرام ايه يا ام؟ حرام؟ انت مجنونة؟ انت تقولي الحرام قوم وانا اقعد مكانك. اخفى عليك يا وحيدة، حد يقول لأمه كده برضه؟ طب خلاص يا أم ما تزعليش. بس انت يا بنت هبلة، انا محدش هينصفني عليكي غير الواد اخوكي شمطة حبيب ام واقل واحد في العيلة. يا شمطة، انت مين يا شمطة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم شبطة. اهلا اهلا كورتي، طعمك حلو يا كورتي. بقول لك يا شبطة، عايزة ايه؟ امك عايزانا اتجوز. هتجوزك انا؟ هتجوز شبطة اخويا. يا بنت حرام، انتوا اخوات. خلاص يا ام، اقول لك على حاجة، انت عايزانا اتجوز ليه؟ عشان تخلفي يا بنت واشوف لك عيل صغير كده قبل ما اموت. طب ما انا ممكن اخلف من غير ما اتجوز. يا سفلة يا بنت، ازاي هتخلفي من غير ما تتجوزي؟ طب خلاص يا ماما، بنكيش على شغل هبل، انت مالك؟ لا اله الا الله. بقول لك يا شبطه، ما تيجي نصالح امك. يلا نصالحها. يلا. الست دي امي جربانه طول عمرها، ما شالتش غير همي، وانا اللي هشيلها. اهلا اهلا كارتي، طعمك حلو يا كارتي. صباح الخير يا حاره نكد. ازيك يا واد يا شبطه؟ عمو جمجوم. عامل ايه؟ عامل ايه يا عمو جمجوم؟ ازيك يا عم جمجوم يا صاحب الكشك؟ عامله ايه يا بنت يا توحيد؟ الحمد لله. ايه اخباركم يا اولاد؟ وحشني يا عم جمجوم. وحشني والله يا اولاد. انا جعان قوي يا بنت. جعان؟ ايوه. استنى. خد. ايه ده؟ شيبسي. شيبسي؟ افتح لك حاجه ساقعه؟ ماشي. خدي. بس دي سخنه. الساقع ورق. عاملين ايه يا ولاد؟ هنحط دي تسقع. الله 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 الله، ده المتخلفين عقليا بتوع الحاره كلهم هنا. ازيكم يا حاره معوقه؟ ازيك يا عاشور يا خطيبي؟ ابوس ايدك، ما تفكرنيش، انا رابط دماغي عشان انسى. هتضرب. يا رب نوني الشهاده يا رب. يا رب ما تكتبها عليا. بقول لك ايه؟ رحت اجيب الدبله بس ما لقيتش مقاسي، بس اتفقت انا واصحابي هنسرق اديب قطر وهوديه عند حداد واظبطه. انا بحبك ما تقلقيش. ماشي ماشي. المهم دلوقتي انتوا فاهمين السبوبه؟ ايوه. في باشا هيجي، اول ما هيجي كلنا اللي عايز يتضرب يتضرب له، اللي يغزه يتغزله، واللي هيديله 1000 هياخدهم 2000، اللي هيديله 2000 هياخدهم 4، اللي هيديله 4 نسب متساويه. فاهمني ولا مش فاهمني؟ فاهمين. يا عاشور انت فين؟ يا عاشور يا عاشور يا عاشور. انت فين يا عاشور؟
عايز ايه يا شردة؟ مش تبارك لي يا عم. على ايه؟ جبت رسيفر جديد في القهوة بتاعتي. وده جبت فلوسه منين يا شردة؟ بعت التلفزيون اللي في القهوة يا عم. شردة مش ناقصين جنان، انت جاي عايز ايه؟ سمعت عن الحكاية اللي بتدور هنا في الحارة، قلت اجيب فلوسي واشتغل معاكم فيها في التمثيلية اللي هتعملوها. لا يا شردة احنا اسفين، السبوبة دي لأهل الحارة بس، ممنوع أي حد من حارة تانية. يا عم خد الفلوس واعتبرني مستثمر أجنبي. أنا راضي ذمتك، ده منظر مستثمر أجنبي. ده أنت عايز تبرعات يا راجل، يا راجل صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام، يا عم اسمع الكلام، خد الفلوس وخلي الراجل يتبسط وخلينا احنا كمان ننبسط. الكلام ده مش موجود يا شردة ومش هتخش معانا في السبوبة. توحيدة، عقليه بدل ما اختفوا. ايه عاشور في ايه؟ خلاص بقى، خلي الحكاية تمشي. عشان خاطرك أنت يا قلبي. يا روحي. يا عقلي. يا عمري. يا كبدي. يا كلي. أنا كل ملكك، أنا كل أحبك يا بت. أنا هتجوزك يا عاشور. ماشي. أنا كمان هتجوز معاكم. لا أنا اللي هتجوز عاشور. أنا هتجوزه. إيه ده فيه؟ طب أنا بقى اللي هتجوزه. طب والله العظيم أنا هتجوزه. ويمين الله أنا اللي متجوزه. إيه؟ ما أنا أروح دريم بارك أحسن. تعال ركبك. تعال ركبك الغسالة. أنا هركبك الصاروخ. يا جدعان في إيه؟ عايزين إيه؟ تعالى بس. عايزين إيه في إيه؟ يا جدعان. يا جدعان. يا جدعان. اهلا اهلا كاراتيه، طعمك حلو يا كاراتيه. كاراتيه انتوا وقعتوني بجد، انتوا العبط خدكم. ايوه ايوه. ايه انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ انا عايز اتجوزك. وانا كمان هتجوزك. انا اللي هتجوزك. انا هتجوزك. انا اللي هتجوزك. بس مش هينفع اتجوزكم انتوا الاثنين. ليه؟ عشان انا اخوكم. انا اخوكم انتوا الاثنين يا اولاد المجانين. اهلا اهلا كاراتيه، طعمك حلو يا كاراتيه. اهلا اهلا. انتوا هتجننوا امي. الحقوني يا اهل الحاره يا ام توحيده، تعالي شوفي عيالي. الله يخرب بيوتكم، شمتين فيا اللي يسوى واللي ما يسواش. خلاص يا عم انا هتجوز امي على الاقل مزه. يا جدعان كلنا هنتجوز بعض بس نخلص السبوبه دي دلوقتي. هيجي الراجل ده زي ما قلت لكم، اللي يتضرب يتضرب له. تمام؟ ماشي. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ خليها على الله. يلا زي ما قلت. شكلهم مش فاهمين. بصوا انا مش مرتاح لكم، انا اعمل اختبارات واللي ينجح فيها يبقى معايا في الحوار ده. ماشي ماشي. يلا اتكلوا على الله وانا هنده واحد واحد. ماشي. اختبارات ايه؟ انت هتبقى معايا، انت مش هتفهم اي حاجه، تقعد جنبي وبس. تمام. انا هقول لك، عارف ستار اكاديمي 7؟ اه. انا هعمل حاجه ستار بلطجي 7. ازاي بقى؟ نجيب اهل الحاره كلهم في بيت. نقعد نسهرهم بقى في المطبخ والحمام وهم بيبوسوا بعض. مليطه ما بفوتش حلقه. حلوة. والله مليطه. وعدنا من لبنان يبوس منا من مصر. دلع دلع والله. ده حلو قوي. ومامت منا تتصل، والله بنتي بتتعب قوي، بتلبس طول الحلقات. بص ما بفوتش اي حلقه فيها بوس تظبيط. ده حلو قوي. ها. على كده ابعت البت بنتي هناك. تبعت ايه؟ بقول لك عدنان هيبوسك. يا عم عادي، ما هو من لبنان. انت بص بقول لك ايه، تقعد جنبي في الاختبارات ما تبوظهاش. هنعمل اختبارات. هعمل اختبارات، هشوف مين فيهم هينفع. تمام. يلا. ولا شبطه. ايوه خد يا دي شبطه، عايزك يلا. نعم. بقول لك ايه، دلوقتي في ناس هتيجي من بره تدخلهم لنا. اشتغل مع عمك جمجوم حبيبه. اشتغل مع عمو جمجوم حبيبه. يلا. خد دي سلقتها من الكشك. ماشي. خش اتفضل. خش. يا رب قويني يا رب في الامتحان يا رب وانجح والنبي يا رب. اسمك؟ شردة محمود القهواجي. عنوانك؟ في الحاره هنا الدور الثاني. سنة؟ 24. عنوانك؟ 24. اسمك؟ شردة محمود القهواجي. قول طبق طبق، ما يبقى في طبق طبق. ايه يا ابني اختبارات سرعه. انا اسف يا استاذ، اسف. هنبتدي الاختبارات. اسمك؟ 24. سنك؟ شردة محمود القهواجي. قول قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش. شفت هبلتنا معاك ازاي يا عم؟ مش ناقصه جنان والنبي ركز. خلاص. اسفين يا استاذ، احنا عايزين منك مشهد تتضرب من غير ما تبين انك بتمثل انك بتتضرب. ايه ده؟ وانا جاي هنا عشان اتضرب؟ انا عايز اضرب. لا انت جاي هنا تتضرب.
طب والنبي ممكن حد يساعدني؟ انا كنت عامل حسابي ان انا هضرب يعني. حلو، ولا شبطه؟ ايوه اديله بالقلم. هديله على بوزه. تعالى هنا. حلو. اي 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 الحقنا يا محمود باولد. يا لهوي. انا اسف والله، كنا عايزين ننجحك بس عشان اللي في بطنك مش هينفع، لازم تريح في البيت. يعني انا سبت يعني؟ ايوه. طب اهو انا هخطفه لكم، اوعى الله حد يتكلم. عايز مليون جنيه هنا على ارض حالا. اهو. ثانيه واحده محدش هيعبرك. ليه؟ عشان انا اهبل. اطلع بره، اداك اشتفشل، امشي اطلع بره بره. لو المشهد عجبكم سوتولي على رقم 2. ادخل اللي بعده؟ هات ناس عقلة. حاضر. مش ناقص هبل. حاضر. خش. ورقة ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسمك هادية اللي قدام. اسمك يا؟ اسمي لانشون حلواني بالزيتون. وانت اسمك ايه؟ وليد بنا لسه ما جاش. طب هيجي امتى؟ لا هو بعتني مكانه. تعرفوا تضربوا؟ يلا اضربوا بعض. يلا من غير ما تبينوا ان انتوا بتمثلوا ان انتوا بتضربوا. لا تتفرج على ضرب ومواجهه من الاخر. يلا. اوه شكش على غبتك حركة على غبتك جبريل. اخر فيصل. نو. سلب السلب السلب ما بقفش على الدائري. This is Sparta! هو خلص كام ماتش سبارتا ده؟ يقول لك 3-0 وصعدنا. الحمد لله. غيرنا يا كابتن عشان هبط. لا يا كابتن غيرنا عشان بهدلنا نفسنا خالص. يا نهار اسود. لا يلا بس. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه مع السلامه. الله يدخل حد عدل يا ابني. الله ينور عليك والله ابهرتني. ايه رايك؟ لا بسم الله مش عاقلين جدا. امال ايه؟ هات لي ناس عاقله يا ابني المجنونه. حاضر. حاضر خش. ازيك يا ام توحيده؟ كويسه يا اخويا. اسمي ام توحيده. ما انت بتقولها ازيك يا ام توحيده؟ يا ابني انا ناقص وانتوا جايبيني هنا تجنن. معلش انا اسف. اسفين يا ام توحيده. وعايزين منك مشهد تضربي من غير ما تبيني انك بتتزفتي تضربي. هعرف يا اخويا، انا ابو العيال لما كان بيجي يضربني كنت بعمل نفسي مهريه من الضرب وهو ايده اصلا ولا كانت بتلمسني. مش ذنبي ان هو عبيط زي عيالي. انا عايز اشوف مشهد تضربي من غير ما تبيني. يلا هضربك انا اهو. انت عبيط؟ هتضرب امي قدامي؟ انت مجنون يا عم. اسف. انا اللي هضربها. يا لهوي ايه القلم الجامد ده؟ مش قادره ابقى اتكسر يا مني. هموت. ايه ده؟ ايه عجبتك؟ صوتها حلوه قوي. وبتطلع في السلم الموسيقي وتنزل، عندها شويه تونات تحفه الله اكبر عليها. طب دي يا حلمي يا بكري تاخدها معدي في القران ماشي؟ خلاص انت معايا. يا ابني هات لي ناس جايب لامك، هات لي ناس جديده مش من الحاره، ناس يبهروني. انا ابهر حضرتك زي ما حضرتك بتبهرنا دايما، هجيب لك ناس مبهره. خشوا مبهرين، تعالوا خشوا كلكم، خشوا 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 تعالوا. بس وقفوا هنا. ابهرتني. والله انت جايب لاختك يا ابني، دي خطيبتي. هات لي ناس تبهرني. وربنا هنبهرك، ده احنا هنظبطك. قول لها بس تعمل ايه واحنا هنبهرك. عايزك تضربي وتصوتي صوت يبان حقيقي. جاهزه؟ يلا. فهمتي؟ فهمت. يلا بقى تعالي كده. ماشي. يلا. اوريك بقى حاجه حلوه قوي. مفاجاه. اي لاف يو.
ربنا. بص بقى، انت جايب لي دبدوب ومدخله معانا هنا، تمام؟ أيوه. بعد شويه تدخل لي واحد تدوس على راسه ويقعد يقول مكارينا مكارينا مكارينا. دي فوانيس في رمضان بس، رمضان ما جاش، انت عبيط. بقول لك ايه، اختك ساقطه. اختي ايه ده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ناجحه ناجحه، بقول لك ناجحه ناجحه. يا عم بقول ساقطه. هتاكلك وربنا، انا حيشها عنك بالعافيه. يا راجل يا عبيط، خلاص ناجحه. ايه ايه هيازي يا بنت هيازي. يلا بس بقول لك ايه، الحاره دي هتجيب لنا جنان. بس يبقى ننجحهم كلهم.